إحساس رائع ومشاعر روحانية جميلة بيشعر بيها الإنسان وهو بيخطي عتبة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. هذا المبنى الكبير المميز في قلب القاهرة اللي عمره أكتر من نصف قرن واللي شهد أحداث كتيرة عبرت عن وحدة وحب المصريين لبلدهم. وأنا في طريقي للكاتدرائية للقاء قداسة البابا طوادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فكرت يا ترى أنا هتكلم معاه في إيه؟ إيه طبيعة الحوار مع قداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول سنة جديدة على مصر والمصريين؟ اللي عرفه عن قداسة البابا إنه إنسان بسيط جداً ومصري وطني عاشق لتاريخ مصر وإنه بيتكلم من قلبه وما عندوش خطوط حمراء في أي موضوع. قلت نتكلم عن العيد، عن المصريين واحتفالاتهم بأعيادهم، عن حياته وأسرته وأصحابه وجيرانه، عن الوجه الإنساني للمواطن المصري وجيه صبحي، وعن رحلته الشخصية والإيمانية، عن نشأته بالمنصورة وعمله كصيدلي في دمنهور إلى جلوسه على كرسي القديس مرمرقس في واحدة من أعرق كنائس العالم. لمست بساطة البابا وتواضعه الشديد من لحظة استقبال قداسته لينا في المقر البابوي وجولته اللي عملها لأول مرة معانا داخل المقر، من طريقة شرحه لتاريخ الكاتدرائية واللوحات اللي على جدرانها وركن المزود اللي بيحكي قصة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، إلى القاعة التاريخية الكبيرة اللي فيها صور بابوات الكنيسة المرقسية. من قلب كاتدرائية العباسية، المكان العزيز على قلب كل مصري، استقبلنا عيد الميلاد المجيد ومطلع السنة الجديدة مع قداسة البابا طوادروس.